وجود الرئيس وحديثه فيما يتعلق بالتركيز على البنية التحتية لأفريقيا والارتباط والاندماج الأفريقي وضرورة أن تأتي الدول الأوروبية للاستثمار ويعود عليها بالنفع، ولكن أيضا مراعاة للاهتمام بتدعيم القدرات الاقتصادية الأفريقية ومواجهة التحديات التي ترتبط بعدم تقدم الاقتصادي وفتح الأبواب من ذلك لقضايا الهجرة غير الشرعية والإرهاب، بالإضافة إلى العلاقة السياسية وحل المشاكل المزمنة على القارة الأفريقية بمعاونة الشركاء الأوروبيين. فكل ذلك كان محل اهتمام من قبل المنتدى ومشاركة السادة الوزراء في دوائر النقاش العديدة، كانت بتؤكد الاهتمام الذي توليه مصر لأفريقيا ولمستقبل أفريقيا ومصر جزء من هذه القارة الواعدة.